عموم وشمول، تعم تعم تشمل، افهم. في الشباب طبعا الجملة أو الجر والمجرور مهم جدا. اتهمها هو في عز شبابها، هو في قوتها، في عز انتشارها، فتوحي بمدى قوتها وقدرتها على العطاء. شوف وصلنا لدرجة اللغة بتقول ايه؟ ليتني عقمت. عارف انت لو اتهمتني بصفة فيا ما كنتش احزن، كنتش ازعل، لكن تتهمني بحاجة مش موجودة فيا، ده بيأثر فيا جدا. وطبعا كل واحد فيكم لو رجع لأي موقف وأي تهمة اتهم بيها وهو ما عملهاش، بيبقى من جواه في حسرة وألم شديد، مش عارف يدافع عن نفسه، فتقول ليتني عقمت. ليت دي للتمني، يبقى تصويل اللغة العربية بإنسان يحزن. يحزن، يحزن من ايه؟ من ظلم الآخرين له، كما أنه أسلوب تمن يفيد الايه؟ الحسرة والألم الذي تعيشها اللغة، التي تعيشها اللغة العربية. تمام؟ نأتي لجزء جديد إن شاء الله، ولكن نستريح قليلا ثم نعود لنكمل ما بدأناه من دم النص. اللغة العربية تنعى حظها لشاعرنا حافظ إبراهيم. كنا من قبل وقفنا عند قوله فلم أجزع لقول عداتي، والجمال هنا اللغة العربية لا تجزع. إذا أنا صورت اللغة العربية بإنسان لا يخاف لا يرهب، تمام، عكس أجزع أصبر أو أطمئن، خدوا بالكم. طب جاءت كلمة عداتي مفرد ولا جمع يا جماعة؟ جمع طبعا، يدل على كثرة أعداء اللغة الإيه؟ العربية. لو جينا عند كلمة عقم وعقمت هنجد بينهما ترادف في المعنى وربما تجانس لفظي بيعطي إيقاعا إيه؟ موسيقيا. ونأتي إلى جزء جديد من الأبيات. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكم عز أقوام بعز لغاتي. أرى كل يوم بالجرائد مزلقا، مزلقا كل يوم، صعب جدا التعبير ده. أرى كل يوم بالجرائد مزلقا، من القبر يدنيني بغير أناتي، من القبر يدنيني بغير أناتي. أنا البحر، اللغة العربية جعلت نفسها بحر في اتساعه، في كثرة مفرداته. فالبحر المساحة المائية الواسعة، جمع بحر، بحور وأبحر وبحار، بحور وأبحر وبحار. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، طبعا الأحشاء مفردها حشا، عندنا احنا وعند الأطباء الأحشاء ما بداخل البطن، تمام، لكن احنا مش هنقول ان اللغة بتتكلم عن داخل بطن البحر، وانما تقصد ما في قاع البحر. في قاع البحر الخير الكثير، اللؤلؤ، المرجان، في قاع البحر الكائنات الحية المختلفة، في قاع البحر عجائب وغرائب، منها ما علمناه ومنها ما لا يعلمه إلا الله. كذلك اللغة العربية، اللغة العربية مليئة، مليئة بالجماليات، مليئة بالألفاظ، مليئة بالأساليب، بالتعبيرات، ولا يفهم ذلك ولا يدركه إلا من يدرسها ويتأملها ويتعمق إيه فيها. علشان كده هتجيلي كلمة الغواص، خدوا بالكم هنرجع لها بس كمان شوية، نكمل مع بعض المعاني. الدر وهو اللؤلؤ، الدر وهو اللؤلؤ، والمراد به هنا المعاني والتراكيب، مفرد در، درة. كامن، كلمة كامن عرفناها بمعنى موجود أو مختفي، والمضاد ظاهر وواضح. جمع كامن كوامن، جمع كامن كوامن، تمام. نكمل مع بعض المعاني، وهي كلمة الغواص، غواص سباح، بس مش أي سباح، السباح الذي يسبح تحت أعماق البحار. علشان كده هلاقي عندي كلمة غواص أجمل من كلمة سباح، أو أجمل من كلمة عائم. هتقول ليه؟ لأن جاء بها الشاعر ليؤكد إذا أردت أن تفهم قيمة اللغة العربية فعليك أن تتعمق وتغوص فيه. فين بقى؟ في أسرارها، في داخلها، فاهما معانيها ومفرداتها، تمام؟ ماشي الكلام. صدفاتي، الصدفة عارفينها غطاء الايه؟ اللؤلؤ، الغطاء اللي بيبقى جواه اللؤلؤة، مفرد صدفات صدفة، وهي غطاء اللؤلؤ، لكن المراد به هنا برضه المفردات والتراكيب الفريدة، وربما نقول الأساليب التي تحتوي على المفردات. أرى لرجال الغرب، المفروض الأوروبيين، رجال الغرب معروف، الغرب أوروبا، عزا أي قوة وسلطان وسيطرة، والمضاد ضعف وهوان، ومنعة، والمنع القوة والمضاد الضعف،
أرى لرجال الغرب عزا ومنعة يمنعه حتى يمنعه، يعني يحميه يصونه. تمام. وكم عز أقوام بعز لغاتي. أرى أشاهد، أرى أشاهد. عايز أفكرك إن ربما تأتي تنصب مفعولين إن كانت رؤية قلبية، أي ليست بمعنى أبصرت. الجرائد، الصحف والمجلات، مفرد جرائد جريدة. أما المزلق، الخطأ أو العيب. عارف المكان الزلق اللي احنا كنا في شتاء قريب، مكان انت تتزحلق فيه، احنا قلنا بقى مزلقا خطأ أو عيبا أو سوء استخدام، والجمع مزالق. القبر، مكان دفن الموتى، والجمع قبور. حفظنا الله وإياكم. يدنيني، يقربني، يقربني، والمضاد يبعدني. أنات بغير أنات، التأني والتمهل. الأناء التأني والتمهل، والمضاد التسرع. تمام. سمعنا اللغة العربية من قبل تشتكي وتنيا حظها، وهي اليوم تعتز بنفسها رغم كل ذلك، فتقول أنا كالبحر في اتساعه في حجمه، مليء باللؤلؤ والخيرات والعطاء المتجدد الذي لا ينتهي. ومن لا يعلم ذلك فليسأل الباحث الخبير بشؤون اللغة العربية. تذكر أهلها أنها عزة الأقوام وعزة الدول، تلك الدول لم تعتز ولم ترقى مكانتها إلا عندما اعتزت بلغتها. نحن اليوم نعتز باللغة الإنجليزية ونقبل عليها إقبالا غريبا، وذلك ليس منا وإنما من أهلها. عندما اعتزوا بها جعلوها لغة علم ولغة أدب، جعلوها مسيطرة، فرضوها على غيرهم، فأصبحنا نقبل على تعلمها. لعلنا نفيق ونعود إلى لغتنا. تمام. ثم تقول، وهي تستنجد بأبنائها، ماشي، لا تتركوني إلى الموت، لا تتركوني إلى الموت. تمام. لأن أخطاءكم، وخاصة فئة المثقفين منكم، المثقفين منكم الذين كل يوم يكتبون المقالات والقصص والروايات وهي مليئة بالأخطاء، لا تتركوني لتلك الأخطاء التي في كل يوم تقربني من النهاية. ولكن نحن نطمئنها، لا تقلقي أيتها اللغة، فلن تنتهي ولن تموتي، حفظك الله، حفظك الله عندما جعلك لغة قرآننا الكريم. نأتي لبعض الأسئلة لنرى من استوعب منكم ومن لم يستوعب بعد، نعيد عليه مرة أخرى. اذكر الفرق بين اللغة العربية والبحر. هل هناك فرق؟ البحر مملوء باللؤلؤ، واللغة العربية مملوءة بالألفاظ والتراكيب والمفردات، فكلاهما متشابهان سواء في اتساعهما أو في كثرة خيراتهما التي نعلمها والتي لا نعلمها. ما المراد بالغواص؟ هو الباحث المتعمق المدقق في اللغة الإيه؟ العربية، العالم بأسرارها وتراكيبها. طيب ما السبب في شكوى اللغة العربية؟ واضح جدا، إهمال أهلها لها وعدم اهتمامهم بها نطقا وكتابة. خلصناش. عدم التصدي للأخطاء الشائعة اللي بنجدها في الصحف والمجلات في كل يوم دون توقف. تمام. نأتي إلى سؤال جديد للغة العربية، رؤية في رجال الغرب، اشرح ذلك. طبعا اللغة العربية ترى أن رجال الغرب لم يعتزوا ولم تعلو مكانتهم إلا عندما اعتزوا بلغتهم، اعتزوا بها وجعلوها لغتهم الأساسية، فقوتهم تكمن في قوة لغتهم وسيادتها وانتشارها. لماذا سولت اللغة العربية نفسها بالبحر؟ يا سيدي انت عمال تقول له واحد انت عاجز انت ضعيف، خلاص هو فض بيه، فض بيه، هو عارف مكانته كويس قوي، في اخر مزيه قال لك لأ لأ انا مش كده، أنا كالبحر كما أنه لا ينفد ماءه ولا ينتهي، فأنا خيري لا ينتهي، وكما أنه مليء بالكنوز بداخله منها ما علمته وما لم تعلمه، فأنا كذلك مليئة بالإيه؟ بكل ما هو مبدع، بكل ما هو جديد، وإن تأملتني وصلت لذلك ولم تقف على كل ما فيه من جمال. ففي كل يوم نكتشف أسرارا جديدة في اللغة الإيه؟ العربية، هي لغتنا فاعتز بها. نأتي لبعض الجماليات، أنا البحر في أحشائه الدر كم، تشبيه واضح جدا، صور اللغة العربية نفسها في كثرة معانيها أو ثراء معانيها وتراكيبها بالبحر، وده يدل على عظمتها وتجددها، فماء البحر متجدد دائما. تمام. أني أجمل ولماذا؟ أقول أنا البحر ولا أنا النهر؟ طبعا البحر،
لأن البحر أكبر وأوسع وأكثر خيرا من النهر. أنا طبعا استخدام ضمير أنا في أي مكان زي ما علمناك قبل كده يفيد التجدد، ولا يفيد قصدي الاعتزاز والفخر، يفيد الاعتزاز والفخر، فهو ضمير يأتي دائما، مش أنا بس، أنا أو نحن، ضمير المتكلم بصفة عامة، فخر واعتزاز. البحر قلناها مرة واثنين، اتساع، كبر حجم، كثرة خيرات، ماء متجدد، يبقى هي كمان متجددة في خيراتها. الدر طبعا، اشمعنى الدر؟ الدر رمز للثراء والغنى، فاللغة العربية مش بس حاجة يعني حاجة غالية، لا كمان شكلها جميل جدا، الناس يعني بتحاول انها تحتفظ بالدر لتتحلى وتتجمل به، فيتوحي بالثراء والجمال في نفس الوقت. كامن توحي بضرورة البحث والتنقيب، عشان كده تتفق معها كلمة غواص. اللغة العربية مش تظهر لك كده، مش هقراها هتبان، لازم اتأملها شوية. مواطن الجمال احنا بنطلعها دلوقتي، لو جه واحد غيرنا تأمل شوية في الأبيات هيطلع جديد، هيطلع حاجات تانية احنا ما قلناهاش، يمكن احنا بنتكلم معاك بحاجة بسيطة تلائم السن بتاعك. تمام، كمل مع بعض. فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي؟ اسلوب ايه ده؟ اسلوب استفهام، اسلوب استفهام. غرضه ايه؟ اسألوا تعرفوا، معنى كده ان اللغة العربية بتعتز بنفسها، عشان كده بقولك اسألوا عشان تعرفوا انا مكانتي ايه. فهو اسلوب استفهام غرضه الفخر، غرضه الفخر. في نفس الوقت كلمة صدفاتي ده مش معناه الحقيقي، اذا انا بصور معاني وتراكيب اللغة العربية بالصدف، والصدف سمين يحوي بداخله اغلى الاشياء هو اللؤلؤ. الغواص قلنا من قبل توحي بضروره البحث والتنقيب في معاني وتراكيب اللغه العربيه. ركز معايا كويس اللي تحته خط، علشان كده هي اجمل من الايه؟ من البحار. لما اجي اسالك ايهما اجمل، فهل سالوا الغواص ام هل سالوا البحار؟ طبعا الغواص، لانها توحي بضروره البحث والتنقيب لمعرفه جمال اللغه العربيه والاعتراف بفضلها. جاءت كلمه صدفاتي جمع، ايوه طبعا، اللغه العربيه مش اسلوب ولا اسلوبين، اساليب لا حصر لها. اللغة العربية مش لفظ ولا مفرد، مفردات لا تنتهي، وفي كل يوم منها الجديد، منها الجديد. الجمع هنا أفاد الكسرة، تمام. وياء المتكلم، احنا اتفقنا ان ياء المتكلم مع اي شيء فخر واعتزاز، فاللغة العربية تعتز بهذا الامر الذي ينتمي اليها. ارى لرجال الغرب عزا ومنعة، اسلوب قصر طبعا، بتقديم ايه؟ شبه الجملة اللي هو لرجال. طب انا ما عدتش بقول اسلوب قصر، ممكن اقول اسلوب مؤكد يا مستر، ما عنديش مشاكل. لو قلت لي اسلوب مؤكد عن طريق تقديم الجر والمجرور زي الفل، اللي هو ايه؟ لرجال. المفروض ارى عزا ومنعة لرجال الغرب، ده الترتيب الصح. طب هو قدم لرجال الغرب ليه؟ قالك للتخصيص، للتوكيد. في نفس الوقت حد فيكم بيشوف العز قبل كده؟ والنبي لو شفته ابعت لي شويه. العز، تمام، العز هنا تصوير جميل للعز، ماشي، بايه؟ بشيء مادي يمكن رؤيته، شيء مادي يمكن رؤيته. ارى طبعا جاء المضارع، كلنا عارفين اي مضارع يفيد التجدد والاستمرار مع القدره على استحضار الايه؟ الصوره. تقول لي يعني ايه استحضار الصوره؟ اديك مدى زمني تتخيل ايه اللي بيحصل قصادك، ده تحاول تشوف ايه اللي بيحصل، وفي خلال المدى ده الفعل عمال يحصل. طبعا العز والمنعه الاثنين قلنا حالا قوه بينهما ترادف بياكد المعنى، وجاءوا نكره ليه؟ في حد فينا ما يحبش العز ولا يحب القوة؟ إذن هي نكرات للتعظيم زي ما قلنا من قبل، نكرات للتعظيم. كم عز أقوام بعز لغاتي، ها مين شاطر يقول لي كم نوعها إيه؟ ها جدع، كم عز أقوام، طالما جه وراها فعل فبقت خبرية وتمييزها محذوف تقديره كم من مرة. الكلام ده اتكلمنا فيه مرة في كم الخبرية وكم الاستفهامية، ركز يا ابني معايا. كم هنا نوعها إيه؟ خبرية، تفيد إيه؟ الكثرة، كتير قوي من الاقوام عزوا على شانهم بفضل ايه؟ اعتزازهم بلغتهم. تمام، ماشي الكلام. وكم عز اقوام بعز لغاتي. رجال واقوام اتفقنا، اي جمع عندي يفيد الكثره، اي جمع عندي يفيد الكثره. طب جم نكره ليه؟ جم نكره للعموم والشمول، اذا هم جمعان للكثره.